استقبل مطار العريش الدولي 4 طائرات تحمل أكثر من 58 طن مساعدات إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة. وقال الرئيس فرع الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء خالد زايد خلال تصريحات صحفية إن الطائرة الأولى من الإمارات تحمل 4.477 طن وقود، والطائرة الثانية من السعودية وتحمل 24.281 طن مساعدات إغاثية ومواد طبية وغذائية، مضيفا أن الطائرتين الثالثة والرابعة من العراق محملتان بمواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر العراقي.